والجيش وقوات الأمن والشبيحة على المحتجين في مختلف المدن والقرى السورية تجاوزت 1,200,000,000 دولار. فقد أطلقت خلال هذه الحملات أكثر من 3 ملايين قذيفة و4 مليارات رصاصة. محمود الكن يستعرض في التقرير التالي التفاصيل المتعلقة بهذه النفقات. الله أكبر الله أكبر. الرصاص والقذائف والصواريخ والوقود ونفقات تشغيل أخرى موارد يستهلكها الجيش النظامي من جيوب السوريين في حملاته الأمنية عليهم. 17/1/2012 أزمة خبز. ويشير خبراء عسكريون إلى أن الجيش السوري خلال الأشهر السبعة الماضية قد شغل ما يقارب من 500 دبابة و1,500 سيارة و250 ناقلة مدرعات مستهلكا ما يتراوح بين 300,000 و500,000 لتر من الوقود يوميا. وبحسب الخبراء فإن أكثر من 30,000 مجند و20,000 من فرق الموت الموصوفين بالشبيحة هم في حالة إطلاق نار على المدن والقرى. استهلك كل مقاتل منهم ما بين 300 إلى 500 طلقة يوميا. هذه القذائف الثقيلة المطلقة من الدبابات والمدافع والهاون وكذلك صواريخ BM-21 قصيرة المدى تضاف أيضا إلى نفقات تشغيل أخرى للجيش السوري النظامي، خمس حي الخالدية، مساعدة التكاليف التقديرية للعمليات العسكرية إلى أرقام تتراوح ما بين 6 إلى 8 ملايين دولار يوميا. الله أكبر. وبذلك إن صحت تلك التقديرات فإن النظام يكون قد أطلق خلال الأشهر السبعة الأخيرة أكثر من 4,200,000,000 رصاصة و3 ملايين قذيفة على مدنه وقراه وشعبه. إصابات مباشرة. منفقا ما يقارب من 1,200,000,000 دولار من خزينة الدولة عادت إلى الشعب بطريقة أخرى. إلى العراق، حيث قال مراسل الجزيرة في السليمانية شمال البلاد أن اجتماعا مغلقا لقيادات ائتلاف قائمة العراقية